بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. البحث العلمي هو كناية عن دراسة مشكلة ما والعمل على إيجاد حلول لها بالطرق العلمية، وهو من يعزز بناء اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال الكشف عن المعوقات التي تعرقل مساره وتقدمه، ومن ثم اقتراح حلول للتغلب عليها. تكون في الموعد في حلقة نقاشية حول البحث العلمي بين الأدراج الأكاديمية وحل مشاكل المجتمع. الدكتورة بنديخة وهيبة تحدثكم من الجزائر العاصمة.